قول السائل: نحن نسكن في بلد أوروبي ولا يوجد هناك هيئة إسلامية في هذا البلد لرصد هلال رمضان. سؤاله: هل يصح لنا نحن الطلاب الذين قد تخرجنا من جامعات المملكة أن ننشئ هيئة لأجل هذا الأمر أم نتبع رصد الهلال في المملكة؟ العادة أن المسلمين والأقليات الإسلامية يجعلون لهم مركز إسلامي يرجعون إليه في الهلال وغيره، مسائل دينهم ودنياهم، فأنتم أقرب مركز إسلامي إليكم، خذوا برأيه في دخول شهر رمضان. نعم.